Hello guys, how are you today? Like a world of knowledge and adventure with abbreviated tutorial. Let's dive in and explore together. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الرابع إعدادي؟ اليوم جينا لكم بهاي المحاضرة المهمة جدا. إن شاء الله اليوم راح ناخذ بيها قطعة من قطع الكتاب الموجودة عندك باليونت الأول، وهاي القطعة دير بالك من عندها. هاي القطعة دائما يركزون عليها الأساتذة من ضمن قطع الكتاب. فركز وياي، قطعتنا اليوم اللغات الرسمية، نطلق عليها باللغة الإنجليزية Official Languages، يقصد بها اللغات الرسمية. هاي القطعة متكونة من عندك من أربع فقرات، الـ A والـ B والـ C والـ D. ناخذ الفقرة الأولى، ركز وياي بيها، راح ناخذها ونترجمها وبعدها إن شاء الله نروح للأسئلة. لاحظ وياي، أول شيء عندك الـ A قايل لك كندا is the second largest country in the world after Russia. بمعنى يقول لك إن أنا، يقول لك كندا هي ثاني أكبر بلد في العالم بعد هي بعد روسيا. يعني روسيا رقم واحد، كندا رقم اثنين من حيث المساحة. يعني it is 9,979,619 square kilometer. بمعنى يقول لك تقدر مساحتها حوالي 9,979,619 كيلومتر مربع. هاي شنو؟ هاي مساحة كندا. خاف يسألك عليها. زين، قال لك هنا it has a population of 38 million. بمعنى يقول لك عدد سكانها يبلغ حوالي 38 مليون. and that number is growing. يقول لك هذا العدد في تزايد، يعني عدد السكان في تزايد. but Canada's population is not large for its size. بمعنى يقول لك هنا عدد سكان كندا ليس كبير بحجمها، يعني يقول لك السكان ليس كبير بحجم المساحة. زين، most people live near the border with the USA. بمعنى يقول لك هنا معظم الناس يعيشون بالقرب من الحدود الولايات المتحدة الأمريكية. هاي الفقرة الأولى قاعد تتكلم على سكان كندا. زين، روح أنا وياك للفقرة الثانية. بالنسبة عندك الفقرة الثانية ركز عليها. زين، نجي للبي. عندك البي قايل لك كندا is a beautiful country. يقول لك لماذا كندا بلد جميل؟ خاف يسألك، يقول لك لماذا كندا بلد جميل؟ يقول لك because it is so big، لأنه بلد كبير. There are many national parks and wilderness areas. بمعنى يقول لك هنا بلد كبير بسبب حجمها الكبير ووجود العديد من الحدائق الوطنية والمناطق البرية. زين، if you travel to Canada you can see rivers, lakes, forests and even glaciers. بمعنى يقول لك هنا إذا قمت بالسفر المن إلى كندا يمكنك رؤية الأنهار، البحيرات، الغابات وحتى الأنهار المتجمدة. One of Canadians most famous natural features is Niagara Falls. بمعنى يقول لك هي واحدة من أشهر المعالم الطبيعية في كندا هي شلالات النياجرا. زين، هاي فقرة البي. زين، نروح لفقرة السي. فقرة السي قايل لك how did people live in a country with two official languages. يقول لك هنا لاحظوا يعني كيف يعيش الناس في بلد يتحدث لغتين رسميتين. زين، قايل لك the two official languages of Canada are English and French because some Canadians are of British origin and some are of the French origin. بمعنى يقول لك هنا اللغات الرسمية في كندا هما اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، حيث أن بعض الكنديين من أصول بريطانية، من أصول بريطانية، وبعض الكنديين من أصول شنو؟ من أصول فرنسية. Most people don't speak both languages. About 22 of the population speak French and about 75 speak English. لاحظوا يعني يقول لك نسبة 22% من السكان يتكلمون ايش قد؟ يتكلمون اللغة الفرنسية، بينما 75% من السكان يتكلمون اللغة الإنجليزية. قال لك you will hear more French or English depending on where you are. بمعنى يقول لك هنا وسوف تسمع المزيد من الفرنسية أو الإنجليزية اعتمادا على المنطقة التي تتواجد فيها، على حسب المناطق. أكو مناطق ناس تتكلم بها اللغة الفرنسية، وأكو مناطق الناس تتكلم بها اللغة الإنجليزية. دير بالك من النسب، عدد النسب 22% من السكان يتكلمون اللغة الفرنسية و75% من السكان يتكلمون اللغة الإنجليزية. زين، هاي بالنسبة شنو للسكان.
عندك الفقرة الأخيرة دي جاي لك كندا has several بمعنى كندا has several large cities يقول لك بمعنى يقول لك كندا تحتوي على العديد من المدن الكبيرة. The biggest of these is Toronto بمعنى يقول لك هي أكبر هذه المدن هي تورنتو. The capital أوتوا is only the fourth largest cities بمعنى يقول لك أما العاصمة أوتوا فهي ثالث أكبر مدينة فقط. زين in Ottawa about half the people speak both French and English يقول لك في العاصمة نصف السكان يتكلم الفرنسية والإنجليزية. Communication is easier there بمعنى يقول لك هي هنا يكون التواصل أسهل هناك. لاحظوا يا طلابنا الأعزاء هاي بالنسبة للقطعة مالتنا قريناها وافتهمناها وترجمناها وانا ضايف لك القطعة ونترجم لك إياها. زين روح أنا وياك هسه ألمن للأسئلة دي بالك من الأسئلة. لاحظوا يا قال لك what are the official languages of Canada بمعنى يقول لك ما هي اللغات الرسمية في كندا راح تقول له English and French الإنجليزية والفرنسية. زين number 2 قال لك what is the capital of Canada ما هي عاصمة كندا تقول له Ottawa. زين number 3 قال لك how big is Canada يقول لك بمعنى ما هي مساحة كندا راح تكتب له المساحة. عندك نمبر 4 قال لك what natural features does it have بمعنى ما هي المعالم الطبيعية الموجودة في كندا راح تقول له rivers, lakes, forests, glaciers and waterfalls بمعنى شلالات راح تطيف بس هذا جواب باللون الأحمر. زين أنا مترجم لك إياه. بالنسبة عندك نمبر 5 قال لك what is the population of Canada لاحظوا ما هي عدد سكان كندا راح تطيع عدد سكان كندا. زين بالنسبة عندك النمبر 6 قال لك how many people speak English كم عدد الأشخاص الذين يتحدثون الإنجليزية نسبة 75% من السكان. بالنسبة قال لك which country is the largest in the world ما هو أكبر بلد في العالم راح تقول له روسيا. قال لك how many people in Canada speak French كم عدد الأشخاص الذين يتحدثون الفرنسية في كندا راح تقول له نسبة تجد 22%. زين قال لك which is the biggest city in Canada ما هي أكبر مدينة في كندا راح تقول له تورنتو هي أكبر مدينة في كندا. زين قال لك which cities and the capital of Canada ما هي عاصمة كندا تقول له أوتوا the capital of Canada. Number 11 قال لك how many people in Ottawa speak both English and French كم عدد الأشخاص الذين يتحدثون الفرنسية والإنجليزية في أوتوا تقول له in Ottawa about half نصف السكان يتحدث الإنجليزية والفرنسية. طلابنا الأعزاء هذا كل ما متعلق بالمحاضرة مالتنا إن شاء الله كنا استفدتم من عدها وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة في أمان الله.